جالي جالي تهديدات تهديدات كتير كتير قوي قوي، قوي، كل كل مشاكلنا مشاكلنا كانت كانت بسبب بسبب الخروج، الخروج، ان ان انا انا ما ما بحبش بحبش اروح اروح معاه معاه في في حته. حته. دب دب على على الباب، الباب، هو هو الفاظ الفاظ بذيئه بذيئه جدا 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 جدا. جدا. انت انت عارف عارف انا انا بقول بقول لك لك ليه ليه مراتي مراتي ومش ومش خايف خايف من من اي اي حد؟ حد؟ لان لان بيرلانتي بيرلانتي هو هو بيخاف بيخاف منها منها الاسباب، الاسباب، والاسباب والاسباب دي دي ساعد ساعد انت انت لو لو استمريت استمريت في في انك انك تهددني تهددني وتسيلي وتسيلي سمعتي، سمعتي، انا انا هطلع هطلع للناس للناس وعارف وعارف الناس الناس حقيقتك حقيقتك وحقيقة وحقيقة بيرلانتي بيرلانتي وحقيقة وحقيقة الحاجات الحاجات اللي اللي مخليك مخليك بتخاف بتخاف منها منها لحد لحد دلوقتي. دلوقتي. سعد سعد الصغير الصغير خاض خاض في في شرفي شرفي وكسر وكسر باب باب بيتي بيتي وهددني وهددني بالسجن. بالسجن. تصريحات تصريحات نارية نارية أطلقتها أطلقتها رانيا رانيا صالح صالح طليقة طليقة سعد سعد الصغير، الصغير وكشفت وكشفت بيها بيها تفاصيل تفاصيل كواليس كواليس الخلاف الخلاف الأخيرة الأخيرة اللي اللي حصلت حصلت ما ما بينهم، بينهم، واللي واللي بسبب بسبب الخلافات الخلافات دي دي بقى بقى في في قضية قضية دلوقتي دلوقتي قدام قدام المحكمة. المحكمة. بداية بداية الموضوع الموضوع بترجع بترجع من من سنة سنة تقريبا، تقريبا، ساعتها ساعتها رانيا رانيا صالح صالح طليقة طليقة سعد سعد الصغير الصغير راحت راحت عملت عملت محضر محضر في في اسم اسم الهرم، الهرم، واتهمت واتهمت فيه فيه سعد سعد وزوجته وزوجته إن إن هم هم تعدوا تعدوا عليها عليها بالسب بالسب والقصف والقصف في في منزلها، منزلها، وكمان وكمان تهديدها تهديدها بالإزاء بالإزاء ومحاولة ومحاولة اقتحام اقتحام المنزل. المنزل. وقتها وقتها سعد سعد طلع طلع في في تصريحات تصريحات صحفية صحفية واتهمها واتهمها بالكذب، بالكذب، وقال وقال إن إن رانيا رانيا صالح صالح مش مش طليقته طليقته ولا ولا أي أي حاجة، حاجة، وقال وقال إن إن رانيا رانيا كانت كانت راكبة راكبة معاه معاه العربية العربية هو هو ومراته ومراته وكانوا وكانوا رايحين رايحين تصوير. تصوير. وساعتها وساعتها رانيا رانيا خدت خدت حاجات حاجات من من سعد سعد وبرلانتي وبرلانتي مرات مرات سعد سعد عرفت، عرفت، وعلشان وعلشان كده كده سعد سعد ومراته ومراته راحوا راحوا لها لها البيت البيت علشان علشان يعرفوها يعرفوها ان ان هم هم عرفوا عرفوا كل كل حاجة حاجة وكشفوها وكشفوها على على حقيقتها. حقيقتها. واعترف واعترف فعلا فعلا سعد سعد انه انه راح راح لرانيا لرانيا البيت البيت لكن لكن ما ما تعداش تعداش عليها عليها ولا ولا عمره عمره اتجوزها، اتجوزها، وان وان هو هو ما ما يعرفهاش يعرفهاش غير غير من من قريب. قريب. وبعد وبعد ما ما رانيا رانيا قدمت قدمت البلاغ البلاغ اكد اكد تقرير تقرير الفحص الفحص الفني الفني للرسائل للرسائل المرسلة المرسلة لرانيا لرانيا صالح صالح ان ان المستخدم المستخدم الفعلي الفعلي للشريحة للشريحة اللي اللي بعتت بعتت الرسائل الرسائل هي هي بريلانتي بريلانتي عامر، عامر، وكمان وكمان رانيا رانيا قدرت قدرت ان ان هي هي تقدم تقدم فيديوهات فيديوهات من من كاميرات كاميرات المراقبة المراقبة للشرطة، للشرطة، وثبتت وثبتت اتهامها اتهامها لسعد لسعد الصغير الصغير ومراته، ومراته، لان لان مقاطع مقاطع الفيديو الفيديو بينت بينت وجود وجود سعد سعد ومراته ومراته في في مدخل مدخل العقار العقار الخاص الخاص بيها. بيها. وبعد وبعد كل كل الادله الادله دي دي قامت قامت جهات جهات التحقيق التحقيق المختصه المختصه بتحديد بتحديد موعد موعد الجلسه الجلسه الاولى الاولى لمحاكمه لمحاكمه المطرب المطرب سعد سعد الصغير، الصغير، وكمان وكمان طليقته طليقته هدير هدير محمد محمد الشهيره الشهيره باسم باسم بريلانتي بريلانتي عامر عامر امام امام المحكمه المحكمه الاقتصاديه الاقتصاديه في في القاهره، القاهره، وذلك وذلك بتهمه بتهمه سب سب وقصف وقصف طليقه طليقه سعد سعد الصغير. الصغير. ومن ومن المقرر المقرر ان ان الجلسه الجلسه تكون تكون يوم يوم 1/9 1/9 اللي اللي جاي. جاي. وبعد وبعد تحديد تحديد موعد موعد جلسه جلسه لمحاكمه لمحاكمه سعد سعد الصغير الصغير وطليقته وطليقته هدير هدير محمد محمد الشهيره الشهيره باسم باسم بريلانتي بريلانتي عامر، عامر، ظهرت ظهرت رانيا رانيا صالح صالح طليقه طليقه سعد سعد وكشفت وكشفت تفاصيل تفاصيل الخلاف الخلاف الاخير الاخير اللي اللي بينهم، بينهم، وده وده بعد بعد ما ما اتطلقوا. اتطلقوا. وقالت وقالت ان ان هي هي اتفاجئت اتفاجئت ان ان سعد سعد كان كان متجوز متجوز واحده واحده تانية، تانية، واول واول ما ما عرفت عرفت طلبت طلبت منه منه الطلاق. الطلاق. بس بس بعدها بعدها زوجة زوجة سعد سعد الصغير الصغير واللي واللي هي هي بريلانتي بريلانتي جت جت تحت تحت بيتي بيتي وقعدت وقعدت تشتم تشتم وما وما كنتش كنتش اعرف اعرف ان ان هو هو متجوز متجوز غيري، غيري، وطلبت وطلبت الطلاق الطلاق منه. منه. في في الاول الاول رفض رفض لكن لكن بعد بعد كده كده اتفقنا اتفقنا واتطلقنا، واتطلقنا، وبعد وبعد 3 شهور3 شهور ما ما كانش كانش في في بينا بينا اي اي تواصل، تواصل، لكن لكن انا انا اتفاجئت اتفاجئت ان ان هو هو كلم كلم ماما ماما وقال وقال لها لها ان ان هو هو عايز عايز يرجع يرجع لي. لي. وقالت وقالت كمان كمان علشان علشان كده كده اتفاجئت اتفاجئت لما لما لقيت لقيت سعد سعد ومراته ومراته قدام قدام بيتي بيتي ولقيتهم ولقيتهم كسروا كسروا باب باب البيت، البيت، وعلشان وعلشان كده كده عملت عملت محضر محضر ضدهم، ضدهم، وقلت وقلت في في المحضر المحضر ان ان اللي اللي شتمني شتمني هي هي بريلانتي بريلانتي لان لان انا انا مش مش قد قد سعد سعد ومش ومش عارفة عارفة ممكن ممكن يعمل يعمل معايا معايا ايه. ايه. وقالت وقالت بعدها بعدها اتفاجئت اتفاجئت تاني تاني ان ان سعد سعد عمل عمل لايف لايف وقعد وقعد يشتمني يشتمني ويخوض ويخوض في في شرفي شرفي علشان علشان يشوه يشوه سمعتي. سمعتي.